السلام اه في عليكم. صوت كده جه، اتفضل يا ابو احمد. عندي مشاركه بلا زحمه. حضرتك سني ولا شيعي؟ انا شيعي. طب اتفضل جاوب على سؤال الحلقه. نعم، في محاضراتنا ولو اول نقطه دقيقه واحده بها ما اطول عليك. نفس الموضوع عديك المجال. نفس الموضوع. في محاضراتنا لا نذكر هذه المسألة في وفاة النبي صلى الله عليه وآله إنهما سمتاه وكذا وكذا، لا نذكر هذه الأمور، بينما في استشهاد الإمام الحسين عليه السلام نقول الذي قتله الشمر لعنه الله، السنة والشيعة يلعنونه، وقاتل الإمام علي عليه السلام عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله كذلك هو ملعون من قبل السنة والشيعة. نذكر قصة كيف قتلوا وكيف كذا والقاتل ونسبه كذا، بس في حياة النبي نقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نسميه وفاة النبي كذا. يعني استشهاد الإمام علي يعني أنت حضرتك من الناس اللي بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من أيدي في بأيدي الصحابة، ولا من الناس اللي بتقول النبي صلى الله عليه وسلم توفي وفاة طبيعية ومش من الصحابة اللي مسؤولين عن قتله؟ جيد، هاي النقطة الثانية اللي أنا سوف أذكرها وأنت سألتني عنها. أنا ليس في البحار، في رواياتنا في البحار، الآن أنا عندما رأيت قناتك مفتوحة وشاهدت الموضوع ذهبت إلى الجوجل كما تقول أنت حاج جوجل، ذهبت إلى الجوجل وكتبت من الذي قتل النبي ودخلت على المواضيع أمامي ووجدت الآن وجدت المواضيع على البحار موضوع أنه فيه قسمان من الروايات في البحار، قسم متفق مع مقال أهل السنة أنه كان بفعل السم الذي أكل من كتف اليهودية قد أكل منها قبل 3 سنين وبدر السم عليه وانتشر في جسمه كما هذه المروية في أهل السنة على بسبب اليهودية. هذه الروايات أيضا نفس الروايات التي عندكم نفسها في البحار موجودة، هذا قسم. وقسم آخر من الذي يتهم السيدتين بسمهما، وأنا سألتني عن رأيي، أنا ليس مع هذا الجانب الآخر الذي يتهم السيدتان، ليس مع هذا الجانب، ودليلي أنا عليه لو أن فعلا عائشة مشتركة بالسم، لماذا الإمام علي عليه السلام لماذا لم يقيم عليها الحد وهو استلم الخلافة وصار إماما وصار بيده الجيش والقوات المسلحة والشرطة والمحاكم والقضاء كله بيده والمحاكم، لماذا لم يقيم عليها الدليل ويقول هذه الدليل وهذا سم وهذا؟ هذا دليلي أنا. والدليل الآخر أنه تذكر روايات السنة والشيعة أنه في أيام وفاة النبي صلى الله عليه وآله خرج النبي ورأسه ملفوف بأبيه وأمه، ملفوف رأسه، وهذا يبين عن أنه الألم في رأسه وليس في بطنه، ولو كان الألم في بطنه لا مثلا قال أنا شربت سما عالجوني من السم ولا أعلم من الذي سمني، لكن لم تنتشر هذه الروايات، بل رأسه الشريف كان مشدود بألم ولم يعاني من بطنه وإنما عانى من رأسه الشريف. فلو كان مثلا أنا باعتقادي لو كان عائشة لها يد في هذا الموضوع لماذا لم يقيم عليها الحد الإمام عليه السلام وهو كان بيده القوة وبيده المحاكم وبيده القضاء وبيده الجيش وكان يقاتل يمينا وشمالا وبطل الأبطال، فلماذا لم يقيم عليها الحد؟ لنفترض لها كان في زمان الخليفة الأول أو الثاني كان لم يقدر يتمكن من المحاسبة والمطالبة بالدم، لماذا هو استلم الخلافة والصحابة اجتمعوا على الإمام عليه السلام وبايعوه بعد الخليفة الثالث جميع المهاجرين والأنصار، أنه وهذا طبعا دليل آخر أنه لم يكفر الصحابة والأنصار باعتبار
أرجعوا الإمامة والخلافة للإمام علي عليه السلام، واستشهدوا معه آلاف من الصحابة الذين انتخبوا الإمام علي عليه السلام. هؤلاء كيف يكونوا كفار وهم انتخبوا الإمام علي وقاتلوا معه جميع معاركه؟ فهؤلاء كلهم مؤمنين صالحون. وشكرا جزيلا لك أنك تناقشني. تفضل. يعني أنا أحييك بصراحة على الإجابة ديت، يعني أنا أحييك والله. بالعكس أنت والله أسلكت صدري يعني. ولكن أنا لي حاجة بسيطة، لعل البعض يشكك ويقول أنك سني ولست بشيعي. أنا من النجف بلد الحوزات العلمية، وقبل فترة اتصلت بك. نعم. هل تتذكرني؟ والله أنا معلش الاتصالات كتير، فممكن ما كنتش متذكر. على العموم أسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يريح قلبك، وأسأل الله عز وجل أن يهديك إلى ما يحب وأرضى. مش هقول لك بقى للتسلم أو غير التسلم، أسأل الله عز وجل أن يهديك إلى ما يحب وأرضى. والله أسلكت صدري وبالضبط يعني فنيت المسألة تفنيد جميل جدا، بالذات موضوع الرأس، بالذات موضوع الرأس والبطن. ففعلا بالفعل إذا كان يعني مات من أثر السم، فلماذا لم يقل يا بطني وقال بل رأسا يا عائشة، بل رأسا يا عائشة. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. الله يحفظك، الله يستر عليك. أهلا وسهلا.